السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. منين اشتري ادوات صيانة الموبايل الاحترافية؟ سؤال بتسأله كتير جدا. اغلب محلات بيع ادوات الصيانة ما بتبيعش ادوات صيانة احترافية، ولو كان عندها فبيكون عندها بعض الادوات وليس كل الادوات، وده طبعا لان الادوات الاحترافية سعرها غالي جدا ومكلف جدا وما بيبقاش عليها طلب كتير، فاصحاب المحلات ما يقدروش يجيبوا ادوات بالسعر المكلف جدا ده ويخلوها عندهم بالشهور لحد لما يجي حد فاهم ايه الاداة دي ويشتريها منهم. طبعا مكسب القطعة مش هيكون مرضي بالنسبة للشخص لان الحاجة قاعدة عنده وقت طويل جدا. في كل فيديو بحط روابط شراء الادوات اسفل الفيديو عند الضغط على كلمة شو مور. تحت اي فيديو هتلاقوا روابط شراء الادوات اللي انا بستخدمها واللي انا برشحها. يعني لو انا بتكلم عن المبرمجات فانا بحط روابط المبرمجات بالاضافة الى بعض روابط الادوات الاخرى، وفي كل فيديو لو بتكلم عن تصليح تحت الفيديو بيكون في روابط شراء الادوات. طبعا الادوات دي زي ما انتم شايفين كده انا بكون شاريها لنفسي قبل ما احط رابط ليكو علشان ما اخسرش مصداقيتي معاكو. فاي رابط انا بحطه لك انا اوريدي اشتريت منه ومجرب الاداة، يعني مش هحط لك رابط لاي اداة انا ما استخدمتهاش. اللي بيطلب مني رأيي في اداة انا ما استخدمتهاش بقول له انا ما اقدرش اقول لك رأيي فيها طالما انا ما استخدمتهاش. في بعض الادوات ممكن تحصلها في بلدك وتيجي تلاقيها على الموقع مثلا ارخص بكتير. انت لازم تبقى عارف ان الاداة دي لما توصل لبلدك بيزيد عليها سعر الشحن وبيزيد عليها سعر الجمارك. ده كمان موقع امازون اذا انت بتشتري منه لازم يكون عندك حساب بريد امريكي تبعت عليه، يعني مش كل المنتجات اللي على موقع امازون تنفع تتشحن دايركت عليك، لازم يكون عندك حساب ارمكس شوب اند شيب او صندوق بريد في امريكا. في شركات تانية زي ماي يو اس وكذا شركة كده اللي هي بتجمع الشحنات مع بعض وبعد كده تبعتهم لك على بلدك. بتشترك في الخدمة دي تبع اي شركة بتقدمها، وانا كنت عامل فيديو اوريدي على الموضوع ده هسيب لكم الرابط بتاعه في اخر الفيديو ده. وبعدين بتدفع سعر شحن المنتج داخل امريكا لحد ما يوصل لصندوقك البريدي، وبعدين بتدفع تكلفة الشحن من امريكا لبلدك لمصر مثلا للجزائر لليمن لأي مكان هيوصلك فيه الشحنة. طبعا انت كده بتدفع شحن مرتين وبتدفع كمان جمارك. فانت لما تشوف المنتج سعره مثلا $15 على الموقع في امريكا مثلا، المنتج ده لما يجي يوصلك في مصر هتدفع عليه شحن داخلي في امريكا وشحن من امريكا لدولتك، وبعدين هتدفع عليه جمارك، وممكن كمان ان المنتج ده يتطلب وثائق او اوراق علشان يدخل. يعني مثلا الفلاكس الامريكي اللي انا بستخدمه ما بيدخلش مصر، اذا انت بعت تشتريه مش هيدخل مصر. الميكروسكوب مثلا مش هيدخل مصر لانه لازم يخش امن دولة والكلام ده كله. فاذا انت لقيت جوه مصر الحاجة موجودة بسعر اعلى فاشتريها وانت مغمض، لانك انت لو اشتريتها من الاونلاين ما تضمنش انها توصل ولا لا، وساعتها هتبقى خسرت فلوسك لانك عشان ترجع الشحنة تاني هتدفع عليها ممكن قد تمنها. بالنسبة مثلا للجفتات والشابلونات والحاجات دي، الحاجات دي عادي مفيش عليها اي مشاكل، لكن بالنسبة للفلاكس للقصدير الحاجات دي فهي تعد من الحاجات اللي لازم لها اوراق او فحوصات. اول لما تدخل هنا مصر في الجمارك بيعملوا لها تحاليل كيميائية علشان يتأكدوا ان ما فيهاش مواد مضرة او انها ما فيهاش مواد ممنوعة، او يعرفوا ايه هي المادة اللي مصنوع منها الحاجة دي. زي ما قلت لكم قبل كده انا لما جيت اشتريت مادة الالتراسونيك كلينر من امريكا كلفتني كتير جدا لحد لما وصلت هنا، لاني اشتريتها اكتر من مرة وكل مرة ما كانوش بيبعتوا معاها الوثائق بتاعتها اللي هي تسمح للجمارك انها تتعرف على الحاجة دي ايه هي ومدى خطورتها واذا هي مادة مسموح انها تدخل البلاد ولا لا. فلحد ما وصلت للشركة طلبت مني 4 أضعاف السعر في سبيل انها هتوصلها لي لحد هنا، وفعلا دفعت 4 أضعاف السعر او يمكن 5 أضعاف السعر في سبيل ان انا احصل على الحاجة اللي انا عايزها. فانت اذا لقيت الحاجة اللي انت عايزها موجودة في مصر بنفس
كواليتي ولقيت ان سعرها اغلى من على الموقع، اشتريها وانت مغمض. اما لو ما لقيتهاش فانت تقدر تشتريها من على المواقع دي، لكن احذر من المواد السائلة زي الفلكس وزي القصدير، احذر من الكاميرا الحرارية ممكن مش هتوصلك، احذر من الميكروسكوب. الناس اللي بتسأل امال ازاي التجار بيدخلوا الميكروسكوبات، التجار بيدخلوا الميكروسكوبات عن طريق البحر، فانا معرفش ايه داخليات المستوردين، ازاي بيجيبوا افراج جمركي عن الحاجات دي، الله اعلم، انا مش مستورد والمعلومة دي مش عندي. ازاي التجار بتدخل الفلكس والقصدير؟ لما كنت في الصين وكنت قاعد مع مستوردين سمعتهم بيقولوا ان القصدير بيوقف الشحنة في الجمارك علشان لازم يخش تحاليل، البوكسات بتوقف الشحنة في الجمارك، فلما بيجوا يشحنوا مثلا شحنة ومستعجلين عليها ما بيحطوش فيها بوكسات، ما بيحطوش فيها قصدير، ما بيحطوش فيها فلكس. في مستوردين معينين هم اللي خاصين باستيراد الفلكس والقصدير والكلام ده، هم دول اللي بيشحنوا معاهم، لان دول هم اللي عارفين داخليات الامور والاوراق المطلوبه. هو ده بس اللي انا اقدر افيدكم فيه في موضوع ازاي المستوردين بيجيبوا الحاجات دي. هنا في الامارات وفي دول الخليج الموضوع في الجمارك يعني متفتح شويه اكتر، المواد دي كلها بتدخل عادي بس بندفع عليها ضرائب. طبعا في ناس ما بتحسبش الحاجات دي كلها وتقول لك ليه يا عم انت بتبيع الحاجه دي بقد كذا، ليه ده على الموقع بقد كذا؟ يا حبيبي ضرائب، شحن داخلي، شحن خارجي، كل الحاجات دي لازم تتحسب فوق سعر الحاجة، ما تحسبش سعر الحاجة لوحدها. وعلى فكرة انت ممكن تشتري منتج ويجي لك تكلفة شحنه وضرايبه وجماركه وكل الكلام ده بتكلفة معينة، ممكن تاني مرة تيجي تشتري نفس المنتج تلاقي ان المصاريف بتاعت الشحن والجمارك والكلام ده كله اضعاف اضعاف الرقم اللي جالك الاول، وانت شاري نفس المنتج ونفس الكمية ونفس كل حاجة وتلاقي ان الجمارك مختلفة. فالموضوع عشان يتحسب ان الحاجة دي بقد كذا يبقى انت المفروض تبقى هالي بقد كذا. وعلى فكرة مش كل البلاد ينفع تشتري اونلاين، يعني مثلا اليمن، العراق، شركات الشحن للأسف بتعتبر ان فيها خطورة، شركات الشحن بتعلي سعر الشحن جدا على البلاد دي، وممكن اصلا ما ترضاش انها تشحن للبلاد دي. وحاليا في مصر انا شايف ان في اتجاه لان بعض المستوردين ابتدوا يشتروا ادوات احترافية زي الجي بي سي والفلوك لكن بكميات قليلة شوية، بناشدهم ان هم ما يخافوش، الناس ابتدت تتطور والناس ابتدت تعرف قيمة الادوات الاحترافية، اشتروا بقلب. والناس كمان انا بنصحكم باستخدام الادوات الاحترافية، هتوفر عليكم وقت، هتديكم جودة في الاصلاح لما الناس تاخد الجهاز من عندك وما ترجع لكش تاني بنفس العيب، فده هيخلي الزبون يثق فيك اكتر ويرجع لك تاني. لما تستخدم فلكس من نوع جيد وقصدير من نوع جيد وكاوية من نوع جيد فانت هتعمل المهمة المطلوبة منك في اقل وقت، وده هيخليك تشتغل في عدد اكبر من الاجهزة وبالتالي هيدر عليك دخل اكتر. استثمروا في ادواتكم، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناة علشان ما يفوتكوش اي من الفيديوهات القادمة، والى اللقاء ان شاء الله، مع السلامة.